مبروك عليك تجديد العقد مع الشبيبة. شنو عام آخر إضافي مع الشبيبة القيرواني؟ عام آخر إضافي من قبل ديجا كنا متفاهمين في كل شيء، استنينا الهيئة جديدة معناتها تاخو البيرو باش نجمو نتعداو الأمور معناتها أوفيسية أكثر. الحمد لله معناتها كونتونت باهية والأمور كانت سهلة حتى في النيغوسياسيون. إن شاء الله عام يتعدى باهي، إن شاء الله الجروب قاعد يرجع بشوية بشوية، وإن شاء الله نعملوا سيزون باهي إن شاء الله. جاتك عروض؟ جاتني عروض، جاتني برشا عروض، أما أنا من الأول خيرت كوني نخلي معناتها الأولوية للشبيبة القيرواني. وهدفك مع الشبيبة الموسم إن شاء الله اليوم نعملوا عام باهي، السيزون هذايا نعملوا عام باهي إن شاء الله، وإن شاء الله الجو اللي ريتو اليوم في لونترالمون إن شاء الله باش يتواصل سيزون كاملة، وإن شاء الله باش نكونوا موجودين في البريمير رول إن شاء الله. ميساج لحبيب الشبيبة؟ إن شاء الله يرجع الجمهور بالطبيعة في آخر الوقت، وإن شاء الله ديما يشرفونا في السيارة ديما يشرفونا لآخر لحظة إن شاء الله. شكرا. يعطيك الصحة. أنا مدرب الشبيبة القيروانية مروان كشريد، عاود من جديد التدريبات شبيبة القيروان اليوم، خلينا نقولوا 90% الجروب كمل في انتظار الباقي. ماهوش 90%، فما دي جور مازالوا ما همش كونفيرمي، معناها مازال ما صحوش الجمعية. اليوم راك شفت الإسلام معناها الحمد لله ربي تعدي معانا، إلا شوازي باش يعاود مع القيروان نوفروا له يعطيه الصحة المسؤولية معناها اللي وفروا له في البداية باش يعاود كولينا نيمة. بقينا بن سعيد نورمالمون أنكور زادا الحقيقة جوجو مازال نتمناو الجروب اللي ريتوه اليوم إن شاء الله نلقاوه، وإن شاء الله نزيدو ندعموه بلاعب أجنبي يكون في راس خير من تعاملناه إن شاء الله، باش تكون ليكيب وموا نجمو نعملو نيفو خير من عملناه إن شاء الله. فما توانسة نجمو نشوفوهم في والله بور لومومون ما فماش، خاطر المشكلة نتاع لي جوار أنا معناها نتخيل أنو اللاعبين نتاعي يخلصوا في مستحقاتهم تاع عملناهم. باش كل الجروب معناها امريكي وكل شيء خير من نجيب لاعب وناس مش خالص، فهمت؟ انا ان شاء الله نورمالمون فما حاجه جايه ان شاء الله، الجوارات اللي متفاهمين الحقيقه لحد الان الوضعيه نتاع الجمعيه وكل شيء يعطيهم الصحه، فوالا ان شاء الله الامور تمشي من رجله ان شاء الله. من هنا اول مقابله تكون الفريق كل الفريق معناها حاضر 100% ان شاء الله. وضعيه بالاحسن الشيء والله بالاحسن بالنسبه لنا غامضه جدا، انا خليت معناها كما نقولوا وليت الامور اداريه، انا خرجت خاطر انا حكيت معه مره بالاحسن بركه فوالا فهمت شنو فما شنو ما فماش، تو تقعد امور اداريه ان شاء الله يلقاو مع حل، سينو اذا كان هو مش مرتاح وكل شيء يلكيت وكاو يخرج برا الجمعيه ما تقبل حتى حد برا. ميساج اخير للجمهور الشبيبه؟ ميساج اخير اقفوا مع الجمعيه في الظروف الصعيبه باش بعد كي نبداو فرحين كل شيء تقدر امور سهله مسهله ان شاء الله. ماذا بينا تو الناس تقف معنا، ما حشتش بالجمهور فك الفرحه ولا فك الدور نصف نهائي، حشنا بهم تو وربي يوفقنا الناس الكل. شكرا. عايش خويا.